مشاهدينا ومشاهدي ناين لايف، شبكه انتي ان، صباح الخير عليكم، نهاركم سعيد. النهارده الاحد 22 مايو 2016، ويا رب يكون يوم سعيد علينا كلنا. صباح الخير يا ريهام. صباح الخير يا ايمان، صباح الخير على كل مشاهدينا. يوم جديد مع بدايه الاسبوع، اكيد احداث وتفاصيل، بنتمنى تقضوا اسبوع سعيد باذن الله، خالي من المشاكل وخالي من الاحداث. يعني بجد ربنا يعدي الايام على خير باذن الله. يعني خلاص رمضان قرب كده، وشهر سلام وشهر امان وخير باذن الله. فقره الصحافه هنتابع فيها اكيد زي كل يوم انشطه وعناوين صحف اليوم، وهتكون مع ايمان النهارده بصحبه الصحفي والباحث في موقع وجريده المشهد الاستاذ باهر عبد العظيم. كمان هيكون معانا فقره عن استعدادات وزاره التموين لشهر رمضان. طبعا كل سنه وانتم طيبين، خلاص رمضان على الابواب. هيكون ضيفنا استاذ وائل عباس، معاون وزير التموين والتجاره الداخليه، وهنتكلم عن اهم استعدادات الوزاره للشهر الكريم. لا يزال حادث الطائرة المصرية يتصدر المشهد الصحفي والإعلامي سواء في مصر أو في الخارج أو في الإعلام الغربي أيضا. هيكون معنا النهاردة العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، وهنتكلم فيه عن تداعيات الحادث وأهم ما ورد من أنباء وآخر ما حدث من تطورات. كمان زي كل يوم حد بيكون معنا فقرة اقتصادية أسبوعية. النهاردة هيكون معنا أستاذ عبد الناصر منصور، مدير تحرير الأهرام الاقتصادي، هنتكلم عن آخر وأهم أخبار الاقتصاد. المرأة أكيد مش فكر بقى، مش عايزين نقول كليشيهات بتاعت المرأة نصف المجتمع، ولكن المرأة ليها دور كبير جدا كمان في النمو الاقتصادي إذا تم استغلال هذه الطاقة الكبيرة للمرأة، اللي هي الحقيقة 50% فعلا من التعداد، ولو تم استغلالها بشكل جيد هيكون في تسريع لوتيرة النمو الاقتصادي. الحقيقة اللي منظمة العمل الدولية بتنظم مؤتمر بعنوان المرأة والقطاع الخاص، وبتتكلم فيه على مشكلات العمل بالنسبة للمرأة أو المرأة في سوق العمل وخاصة في القطاع الخاص، وده ازاي ممكن يسرع من وتيرة النمو الاقتصادي، وكمان يعمل قدر كبير من العدالة الاجتماعية، وكمان فيما يخص الأجور وفيما يخص التساوي في فرص العمل وما إلى ذلك. كل ده هيناقشه المؤتمر، وهتكون ضيفتنا النهاردة الأستاذة بدرة علاوة الخبيرة بمنظمة العمل الدولية، وهنتكلم عن المؤتمر وعن أشياء أخرى فيما يخص المرأة والعمل. دي الفقرات اللي هتكون معانا النهارده، تابعونا في نهارك سعيد من 9 ل 11. هناخد فاصل سريع ونرجع معاكم اولى فقراتنا في فقره الصحافه، استنونا.